في أول دخول لفصل الشتاء لمصر ممكن أننا نتعرض لعاصفة جديدة بتسمى تيج، وهي عاصفة خطيرة للغاية قد تؤدي لحدوث فيضانات وأيضا أمطار غزيرة. فما هي تلك العاصفة وهل ستضرب مصر بالفعل؟ تفاصيل سنجيب عنها الآن من خلال تغطيتنا. الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ردت على سؤال: هل ستضرب العاصفة تيج مصر خلال الساعات المقبلة؟ وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن هذه العاصفة تضرب غرب بحر العرب والمناطق الموجودة في المحيط الهندي، وهناك سرعات رياح عالية للغاية، وأضافت أن هذا الأمر قد ينتج عنه فيضانات، وأن المناطق التي سيحدث بها هذا الإعصار ستكون شديدة بسبب التغيرات المناخية. ولفتت أيضا إلى أن هذه العاصفة لن يكون لها تأثير على مصر، وأن هذه الموجة تكون في البحار الواسعة، ولكن البحر الأحمر والبحر المتوسط لن يحدث بهما شيء. وقالت هيئة الأرصاد إن إعصار تيج جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية، حيث يصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165 كيلومتر الساعة، ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة، وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة، واعتبارا من اليوم يتوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير في سرعة الرياح. وأيضا قالت الدكتورة منار غانم إن هذه الأيام بتشهد استقرارا واضحا في الأحوال الجوية وارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة، وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس ما يجعلنا نشعر بارتفاع قيم الحرارة، ومن ثم فإننا أعلى من الأسبوع الماضي بمعدل يتراوح من درجة إلى درجتين على القاهرة الكبرى، ومن 3 إلى 4 درجات في بعض مناطق جنوب الصعيد. وأضافت دكتورة منار غانم أن إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس معتدل تماما على السواحل الشمالية وأيضا المحافظات المطلة على البحر المتوسط. وفي الأيام المقبلة سيكون شديد الحرارة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد. وتابعت أيضا عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية فإنه فور غياب أشعة الشمس سيستمر انخفاض قيم الحرارة، وسيكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخرة، والظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وبحسب نشرة الأرصاد الجوية يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وأيضا الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء. ويكون الطقس بحسب أيضا نشرة الأرصاد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. وزفت الأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين، حيث قالت أنه تحدث الأعاصير في المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير في البحار مثل البحرين المتوسط والأحمر، ومصر لن تتأثر بإعصار تيج، والأجواء ستكون مستقرة على جميع أنحاء الجمهورية خلال هذا الأسبوع. وكشف بيان الأرصاد عن أن الظواهر الجوية والتي تشمل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة وأيضا القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء. وبيحذر الخبراء قيادي المركبات من القيادة بسرعة والحذر حال تدني مستوى الرؤية.
وكشف بيان الأرصاد أيضا حالة البحر المتوسط والتي تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع، ورياح سطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر وربع لمترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية. والآن مشاهدينا ننتقل لدرجات الحرارة: القاهرة 30-21، المنيا 31-14، أسيوط 32-17، سوهاج 33-18، قنا 35-20. وإلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.